إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تستمعون إلى هذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل السيد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. سبحانك ربي وصالك نعيم، وعقابك عدل ومنعك تأديب، وكل خير فمنك وحدك سبحانك. إلهي القليل منك كثير، والطل من فيضك غدير. إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من ساحة الشيخ الشوتفي ببني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ونبدأ حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة أولياء
Amen.
الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا الله أكبر ولله
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوات القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من ساحة الشيخ الشوادفي ببني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها الأستاذ محمد إسماعيل نور الدين المدرس المساعد بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. يا من تحل بذكره عقد الشدائد والنوائب، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادي، أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، أنت الميسر والمسهل والمساعد، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين فهدى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا افعل ولا حرج طالما أن الأمر فيه سعة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا كلام واضح وصريح، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضوان الله عليهم وهم في الطريق انقسموا إلى فريقين، فريق قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سرعة الذهاب إلى بني قريظة، وفريق آخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فريق من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلى في الطريق، وفريق أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة.
فلما التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هؤلاء وما أنكر على هؤلاء، بل أقر هؤلاء وهؤلاء، ليعلمنا أن الأمر وأن المسألة الفقهية إذا كان فيها وجهان، والوجهان من الممكن أن نأخذ بأحدهما، فلا نضيق على الناس ولا نلزم الناس بشيء معين، فنحن لسنا أوصياء على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، هذا ديننا وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فمحبته صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره والاقتداء بسنته والدفاع عن دينه من أعظم الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من وطئ الثرى، لاطف الحلاق وهو يحلق شعره، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الحلاق، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلاطفه، فقال للحلاق: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك، وأمكنك من شحمة أذنه والموسى بيدك. لاطفه صلى الله عليه وسلم معلما الأمة أن القائد العظيم لا مانع أن يلاطف أصحابه ومن كانوا معه. فرد عليه الحلاق بكل أدب وقال: يا رسول الله، لله الحمد والمنة. فتعلموا أيها الإخوة واحتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وانظروا ما كان منه صلى الله عليه وسلم، والزم غرزه تنجو. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الاقتداء بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والسلم والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها الأستاذ محمد إسماعيل نور الدين، المدرس المساعد بجامعة الأزهر الشريف. وكانت ضمن هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من ساحة الشيخ الشوادفي ببني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. معا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام.
محب الله لا تقوي جدار ويكره صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طال النهار صبور وصوام إذا طال النهار يناجي ربه والدمع جاري إلهي إن قلبي مستطار محب الله لا تؤوي جدار ويكره أن يكون له ديار محب ويكره أن يكون له ديار صبور صبور في قيام الليل حقا وصوار وصوام إذا طال النهار يناجي ربه والدمع جاري إلهي إن قلبي مستطار ولكن وجهك الباقي
رجائي به فامنن ففي ذاك الفخار. لماذا الحرص والدنيا زوال ولا يغني غدا أهل ومال؟ لماذا الحرص والدنيا زوال؟ لماذا الحرص والدنيا زوال وجمع المال في الدنيا ابتلاء ويوم البعث أحمال ثقال وليس لنا سوى الرحمن مأوى إليه مآبنا حق يقال وأن رسالة المختار طاغى تبشرنا بخيرات تنال بنور الله والإيمان نحيا قد حسنت خصال فطب نفسا أخي بالله وارضى به ربا يطيب لك الحلال وسله إنه رب رحيم وسله رب رحيم لغير الله قد ذم السؤال. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك مغفور وعرضك صين. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك مغفور وعرضك صين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. لأمر الله لبينا وكبرنا ليهدينا وفي المحراب وفي المحراب
في المحراب صلينا وحققنا أمانينا وطبنا البيت في شوق سألنا الحق يعطينا فلا عذر ولا لوم فنحن نحب ياسينا وفي طه لنا شرف وفي طه لنا شرف لحاضرنا وماضينا وروضته تفوح شفاه وقد ملئت رياحينا أبو بكر بجانبي وأبو حفص ينادينا أقيموا العدل بينكم وللحق الموازينا أبو بكر بجانبه وأبو حفص ينادينا أبو أقيموا العدل بينكم وللحق الموازين فبعض الناس قد ضلوا نسوا قيما نسوا دينا فبعض الناس قد ضلوا نسوا قياما نسوا دينا وصلينا وسلمنا على المختار جادينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من ساحة الشيخ الشوادفي ببني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.